بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين الجزائريات العايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في الاول نزلوا الجزائريين الجزائريين اللي عايشين في موسى كل غربة. بونجور سالو تو لي جزائريين الجزائريين كي فيفون جوري اترونجي لا شرقيه لا غربيه. ثقافه جزائريه كما على بالكم يا خوتي. في الحدث في الجزائر يعني عندها شهر دوك يهدروا يعني لافير تاع اللغه ليدوكاسيون الى اخره. يعني دلوتر كوتي الاقتصاد الجزائري او منهار الاقتصاد الجزائري. لان علاش احنا في الجزائر رانا غير نستوردوا. يعني عندنا لغه الاستيراد غير نمبورتيو. ما عندناش انتاج وطني جزائري. ما عندناش ما كان والو. يعني قال لك سيفي تعالوا ماشي هاتك يعني بلا ما نوليو نهضروا عليها لان بلانشيسمون دارجون الى اخره. خليونا من هادي دوك نوليو نهضر على الاخر. يعني باش تشوفوا يا خوتي اللي حدث في الجزائر يعني التاريخ تاعنا ماشي احنا اللي كتبناه. يعني ليش الجزائريين اللي كتبوه الاخرين. يعني شكون الاخرين؟ يعني الاجانب. يعني كما قلت لكم دانيير ما قلت لكم يعني نحب نقلدوا الغير المجتمع تاعنا. ليش الجزائر برك كاع المجتمعات كما سعوديه الاخرى يحبوا يقلدوا الغير. يشوفوا غير حاجه كما واحد بار اكزومبل. يعني احنا نهضروا على السياسه ونهضروا على الدين ولا ما يسمعوكش. مي كيجي اجنبي يهضر لهم على الدين يتبعوه. قول اوه هذا زعما فرنسي تخلي الدين ويهضر يداو بار اكزومبل سان اكزومبل. يعني حنا ما نيمبورتي جي يبو نو مانيبولي. علاش؟ لان كيما قلت لكم التاريخ تاعنا ما قريناش. بوركو هايدا علاش؟ لان حنايا تاريخ الجزائر توجور كتبوه الاخرين بنجامين ستورا ومع على باليش. يعني كي يكتب حرب ولي يكتب فيلسوف بار اكزومبل جزائري التاريخ تاعو يعني يقول لك لا بار اكزومبل كيما قال محن تصروت يعني لو ليفر تاعو لا بوليتيك دو نور دافريك يعني ليستوار دو لا بوليتيك دو نور دافريك. يعني فريمون حتى هو يعني الكتابات تاعو كاع لا بليبار يعني مسند على لي زيستوريان في هذاك الوقت. شكون لي زيستوريان؟ لان الامازيغيه في هذاك الوقت الامازيغ نوميديا سامازغه بالقبائليه يعني ما كانوش الامازيغ اللي يكتبوها. شكون لي غريك لي كارتاجان يعني في هذاك الوقت الاخرين اللي يكتبوا التاريخ تاعنا وما عندناش واحد كتب على المجتمع تاعو. يعني المجتمع تاعو اللي عايش فيه كيما في الكتاب هذايا تاع او عندي هاوليك تاع محن تجروت. يعني كتبوا يعني قال في احد الاخر في احد الكتاب ليلين قال بلي كارل مولر هذا ستا المون يعني هدر على جوبا اثنين يوبا الثاني هدر عليه في يعني وهذا كارل مولر كتب الكتابات هادو 70 دي فوليوم و 1849 واسمه فرغمونتا هيستوريكوم غرا كوريوم. هذا هو تاعو. يعني في هذاك الوقت يهضروا كيما يقولوا لاتا باللاتينيه. يعني حنا دوق سي لا ميم شوز نقلدوا الغير. نقلدوا كيفاش؟ يعني الاقتصاد الجزائري مين راه؟ راه الاشتراكيه ولا البعثيه. كي نقول انا الاشتراكيه نقول حزب البعث يعني البعثيين كيما هذاك اللي دفع العروبة والاخر هذاك السعدي ولا السعيدي ولا هو من باتنا الى اخره. يعني الحزب البعثيين هذوما يعني الاقتصاد هما كانوا في الحكم شحال من سنين من 62 من يومين هذا نهار الجزائر هدموا الجزائر ومازال يهضروا
تيجي واحد يقول كذا ويقول اللغة الإنجليزية ولا يقول اللغة الألمانية، اللغة اللي نطور بها، يعني يقول لك لا لا، يعني القومية يدخلها للقومية وما القومية، يعني هذه قلنا حنايا كاين ثلاث حوايج ما يلعبوش بها للشعب الجزائري، ما يلعبوش بالشعب الجزائري، ثلاث حوايج: الدين، اللغة، والأخر الدين اللغة يعني الدين، الدين تاعنا. ثانيا الأمازيغ العروبة، يعني هادو هما الشخص تاع الجزائري يلعبوش بهم. وهاد الناس هادوما توجو كي تصرحات يلعبوا بيه. علاش هم يلعبوا بهذا الشيء؟ باسكو حسب الاخصائيين الاقتصاد في العالم قال لك باللي البترول راح يحبط حتى 30 دولار، يزيد يحبط، يعني راه جايه اون كريز ايكونوميك انون في الجزائر. البارح كانوا يقولوا كان عندنا في لي ريزيرف 240 مليار دولار، واش داروا بهم هادو؟ واش داروا بهم 240 مليون؟ وحنايا 30 35 مليون، واش داروا بهم هادو؟ لو كان الالمان عندها هاد الريزيرف راهي دير حالها في العالم، حنا ما كان والو. علاه؟ باش نتبعوا الا فرنسا، يعني نولي الاخر فرنسا. يقول لك بار اكزومبل يقول لك نمحيوا اللغه الفرنسيه، نمحيوا الفرنسي والانتاج الفرنسي، نمدي بروف كارفور حتى في فرنسا ما هوش يمشي مليح، حلو في الجزائر، حلو في الجزائر باش يصوفي. وكارفور شكون مع احد يعني باينه شكون الشريك تاعهم، يعني باش تشوفوا يتمسخروا بالشعب. يجيو من بعد زعما في البارلمان يقول لك الوطنيه، انا كاينه حاجه نستعرض واحد الوطنيه، ايا نديروا نحيوا اللغه الفرنسيه، نحيوا الانتاج الفرنسي في الجزائر، هذه هي الوطنيه. ما نساوش باسكو اون بو باردوني مي اون بو با اوبليي، اون بو باردوني مي اون بو با اوبليي. هذه حاجه حنا في الجزائر الحكم الا اوبليي الا باردوني الا توفي. حنا لا الشعب، شكون الشعب؟ الخدام البسيط ينوض السبعة تاع الصباح يروح يخدم، هذا هو الشعب. ماشي الشعب شعبي لي يذكر شعبي كما هو. علاش؟ كما قلت باسكو ما عندناش في الجزائر مشروع، اي مشروع سياسي في الجزائر. وكنت تشوفوا الاحزاب السياسيه في الجزائر، اي حزب ادخلوا الاحزاب هذوما عندهم لا شارت تاعهم يا اخي، لي ريغلومون، وشوفوا واحد ولا لي لوا ولا ما على باليش بروغرام واحد فيهم ما عنده مشروع مجتمع. يعني سيتون واش معناتها بروجي دو سوسيتي، معناتها سوسيتي ماشي شركه، سوسيتي. واش معناتها سوسيتي؟ واش معناتها المجتمع؟ المجتمع فيه التربيه، فيه لا فيلوزوفي، فيه كلش، الدين كلش. حنا لا حنا ما داروش هذا، داروه باش يحطموا المواطن الجزائري، يعني الجزائري باش يحطموه بسياسه تقشف، وبسياسة يعني سياسة الجري إلى الأمام، جري الأمام. وراكم تشوفوا دوك لي ديكلاراسيون زعما العريبي قال زعما شقص، يعني تشوفوا يعني شغل ايه في الجزائر، يا شغل رانا على باليش انا شقص كاش نبي جديد ولا قال شقص سلال، يعني ابناء المسؤولين. يا هو وليده بالذات، ونعطيها لكم الرسمي، وليده بالذات راهو في احد الشركات في الجزائر يوم مركز، قول يهضر لي على ولاد مسؤولين يعني في البارلمان. ثانيين الويجي حنو صباح وعشيه تهضر كذا، هي بنتها ولا وليدها سير، يعني باش تشوفوا ولا يتحمودها ولا يعني خطيونا من هذا الشيء. حبيت يا اخي راكم تقولوا وطنيين، لا احنا موراكم، احنا ماشي وطنيين، احنا خوانا. راكم تقولوا انتم وطنيين، راكم الرجال في البارلمان، الرجال مش بريسيس، الرجال راكم الرجال. نحيوا لابي تاعكم، اديوا غير
خمس ملايين هذا هو النصيب تاعكم، خمس ملايين والاخرين يروحوا لابونغ، لان الجزائر في ازمه. هذه هي الوطنيه، هما لا لا، هما يزيدوا يكسروا الجزائر ما يخلي والو، ومن بعد كي يجي الجيل الجديد يبني الجزائر الجديده يولي يقول لك احنا التاريخ، احنا الوطنيه، احنا كي بورس. نقول لكم يا خوتي اون بو باردوني مي اون نو بو جامي اوبلي. هاد الناس داو الشعب الجزائري، لان اللي يجي يقول لك انا ملياردير، انا شو با كونتر، انا واحد عرق عليهم وشقى عليهم، وكاين ناس في الخارج شقاو عرقوا الاخر يحبوا ينفيستي في الجزائر ما خلاوهمش. هاد الناس هادوما يجي يهدر يقول لك المسؤولي ولاد المسؤوليه وعلى بالنا هيا الجيري ايزون ديكوفير، ما عندهمش مي با نيفو باك، سبحان الله يخدموا فيها. شكون هادوما؟ اسكو وليد شعبي، ولاد قياده، ولاد العسكر، ولاد لي مينيستر والاخر. هذا ما كان، هذه سهله ما بلا ما يقولها لي هذا العريبي ولا يقولها لي الاخر. هذه غير شي كارنفال في تشرى ميتمسخرو بينا. هذا ما كان يا خاوتي. سي بوسا نقول في الجزائر حنا يا دوق رانا جيل الجديد اللي جاي الجديد هدايا، نقولوا لهاد الاشخاص، لهادو اللي فناو الجزائر، اللي اختلسوا الجزائر، اللي قتلوا الجزائريين، اللي كسروا اجيال واجيال، عينا منكم يا خويا روحوا استعفاو. جاي الجيل الجديد وعندهم افكار وعندهم مشاريع، يا خويا خليوا الشعب واسمو الشباب يخدم. وهذه التلاعبات السياسيه عينا منها، وهذا قال هذا ما قال خلاص، ومزيها حتى في الجيران نتاعهم ما يهضروا دوك على هاد الناس. يعني نقول انا حاجه للاخر، يفو سونير في حاجه كما قلت، ثلاث حوايج ما لازمش يهضروا عليهم كاع في الجزائر كاع، خلاص عينا خلاص. ثلاث حوايج، الدين واللغه، يعني الاسلام والعروبه والامازيغيه، يعني هادو هما لا باس تاع الجزائر. هذا هو الجزائري. ما نقولش انا خير من الجزائريين ولا انا جزائري وانت شكون تكون، لا لا، جزائريين، لكن كان جزائري وطني وكان جزائري اللي خان الجزائر. وهاد الناس هادوما لا يديروا العلامات من اللور ويخطبوا له في البرلمان، خانوا الشعب الجزائري. هادو هو الشعب، هادي هي الجزائر، هو بالغاشي تاعها بالشعب تاعها. ونقول لكم يا خوتي، السلام عليكم، على بروشين ان شاء الله.